وين راح طيب اليوم؟ والله ما قلت لسه متحدث الروسي قفطونا اسكوع على الكوبري ها؟ الله يسلم الله يا شايف فيزا تساير يقول لك دخل فيزا نعم نعم ظاهر لا يقول هو من اول الجيب من اول اليوم هناك في جوا في البر وجاي على كامري من هو ذا؟ هو المترجم حقك والله مسكين حزين عليه والله مشكلة هذول ايش عندهم ذول يوقفونا؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مقربة من الكوبري في ناس كثيرة ما زالت تسألني فين بحرة فين موقع يا جماعة في القناة لو كتبت وصف الطريق إلى بحرة هيجيك مقطع من مصوره أنا من أول الخط هذا طبعا طريق مكة أنا متجه كده على مكة هيجيك مقطع مكتوب عليه وصف الطريق إلى بحرة وفي مقطع آخر مكتوب مراحل بحرة 1 و2 و3 و4 و5 هذا داخل الطعوس متصور بس الخط الطويل اللي أنا ماشي فيه هذا موجود في القناة يعني اللي حبي يعرف الموقع هذا سهل جدا يعني طريق مكة معروف ومشهور يعني ما يحتاج بالنسبة اللي خارج المملكة هذا وضع ثاني لما تجي أنا أوديك بنفسي حياك والله وسهلا تحية للجميع تحية لكل المشتركين للداعمين أنتم الناس اللي بصراحة لكم فضل بعد الله فضل كبير جدا على هذه القناة على شهرتها على معرفتها على انتشارها على كل شيء طيب فيها وإن شاء الله بإذن الله ما الله ما يغير علينا يجعلكم يا رب شاهدين لنا لا شاهدين علينا يا رب العالمين في أي ملاحظات في شيء معين أو شيء زي كذا احنا مستعدين في انتقادات مستعدين في نصايح مستعدين اي شيء تتفضلون عليه على قناتكم تتفضلون بارشادنا للشيء الطيب للشيء اللي احسن في تقدمها في انتشارها في محبة الناس لها هذا الكوبري ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا في تعديلات شوية كذا صايرة على الكوبري حياكم الله شو اسمك يزن ها يزن وين الصغير وسيم ما شاء الله ود عبد المجيد ونعم فيكم صورتكم قبل ولا لا واجمع لي ما اخذ منكم فلوس انا اللي اصوره اخذ له هلا يا شرف حياك الله هلا وسهلا والله والله تشرف والله يطول عمرك طول عمرك يا رب الله يستر حبيبي يا سلام والله انا جالس اتابعك كفو والله بشوفك اشوف نفسي ها حبيب قلبي ولا يا ابو يا هلا والله وسهلا تمام لله
استطاع وما استطاع. عود يا ولد عود. هذاك اللي تبغاه الخامسه انت وجهك جيتك الحين ايش تبغى؟ لا لا يا ابو الشباب، ابو الشباب يجون من هنا الله يرضى عليك. ارجع 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 بسرعه بسرعه. تبارك الله، يا لا احد يوقفنا الله يرحم والديكم، اي احد يجي انتبهوا له بالله. هلا يا شنب حياك الله طول عمرك يا رب، كيف الحال؟ سكت. على راسي من فوق الحين انزل لك الليله عندنا. فك الدبل يا ولد. الجيب الجيب. طيب ابشر. طول عمرك ابو فيصل، هلا والله وسهلا. حاول تشير له راعي الجيب هذا الجيب. اي خليه وخر، خطر خطر. ما شاء الله ابو نايف يستطيع وما استطاع ويحتاج تنزيم كفرات. كفو والله انك كفو. لو رفعت من اول. يجون يا شنب من هنا طايرين. يلا كذا ولا كذا؟ اشتغل انت، تشوف سياره جايه من بعيد من بعيد، اعطيه اشاره مو لما يجي يلبق هنا. والله يجي خمونا لا يطلع هنا، ترى ما في فرامل لو طالع. رد والله انك شنب يا ولد. ان شاء الله تبارك الله، يا ريت تشوف لي راعي الجيب الانكلوزر ذا يوخر بقى. ما شاء الله تبارك الله. وهذا كل واحد باخذ 5 ريال، واحد ريال اطلعوا 5 ريال يا شباب، بخمسه بخمسه بخمسه. هنا فوق عاد هنا احد يجي، هنا انتبهوا، هنا هذه منصه فوق. اللي تقول اللي تجي، ها منو ذا اللي جاء؟ ما شاء الله تبارك الله. الشرقيه بس طلع من طريق مره غلط شويه، بس ما شاء الله تبارك الله والله ما قصر. على هونك على هونك. والباترو ال 400 ما شاء الله تبارك الله رجع له. والله في حوس هناك ما في تنسيق يا عيال. عادي ولد عمك هذا. خلوا يكمل بس انت، الله يصلح حالك الله يهديك. كذا ليه وقفته؟ يتحول هنا ورجع. يا ولد يا طيب. يا برادو ما ينفع يا برادو، من بعيد تفتح عينك عليهم لانهم يتجمعون هنا. المشكله اغلبهم يجي يبغى يتفرج من سيارته. والله يا تاهو حرام عليك، والله ضربت الوجه. ما شاء الله تبارك الله. روح يا شنب والله انك كفو يا ولد. الصلاة على محمد، اذكر الله يا شباب. ما شاء الله تبارك الله. استاهل راعي الشرقية. والله انه كفو.
الله تبارك الله. شفت الزحمه اللي هناك، انا خايف على العيال منها والله العظيم، انا خايف من هناك يا اخي. هذا له ساعتين يبغى يطلع عليه، تنزل قدام يا اخي. عطني جهاز، عطني جهاز يا جيب، يا رانجلر يا جيب. هاي افصل الدبل، شوف يا طقمه، افصل الدبل يا طقمه. سمعته بس يا عيال، دقوا لي بالله على روح الجيب، خليه يكلمني هذا. روح قول له والله انت يرجع، يروح على قدام، لازم يرجع ورا، مو قادر. لا لا لا. يا ابو شباب انزل، الله يرحم والديك. روح بسرعه بسرعه اف جي، يوه الله يستر. شفت رده ويروح ما شاء الله تبارك الله. مين ذا اللي راح يلد؟ خلاص زيو زيو. صدق خربوها على بعض من هاللفه ذي، هذه شفت اللفات اللي يعكفونها ذي. كنا قويه اليوم يا ولد. ها كفو يا اف جي، والله انك ما قصرت. طبعا هذه المرحله الخامسه زي ما نتكلم كذا، جينا بدري اليوم. يا الله رجع على، يا الله يا عيال ايش فيهم ذولي؟ هلا والله حياك الله. طول عمرك يا رب، الله يسلمك، الله بخير، الله يبارك فيك حبيب قلبي. ابشر هذا خرب عليه، خرب عليه. خرب عليه، اطلع يا رنقلر. لا زيو 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 زيو، روح 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 روح. كفو ابو نايف، نواري زين من ابغى يخرب عليه الطلعة. انور طير الدباب، انور طير الدباب. يوه فين رايح هذا؟ فين رايح ذا؟ ها يتقدم هذا، من هو اللي يتقدم؟ هذا فارس، انا احسبه سيد والله. ما شاء الله تبارك الله، هذا الجمهور جالس في الجو الحلو على راس قمة جبل الخامسة. هذا مين هذا؟ تبارك الله.
خايف من العزم الزايد ما يضرب فرامج عندنا هنا يحضر. هذا اللي خايف منه. لأن يطلعون يكمل بدبل أبغى من أنا لف هنا يصل الدبل عقب. وانطلاقة ازدواجية. هذا الطقم حقنا تركي ولا بدر؟ وانت طقم قاعد ساكت هنا بس سيب الجهاز بدك انت مال عيالك يا سياره. وقف الشروق شروق هذا كله بعدين تشوفه في الفيديو. طيب بس انتبه هنا والله صدق هذا والله قسم بالله بغيت ادخل فيه الا شوي. من اللي فسخ؟ بس انت كل هذا يا ولد خليك زي ما انت هنا ولا ما يمديك هنا؟ ما يمديني اصور ولا شيء.